تايجي يخطبك يضبيك الكاعات ما عندوش حق يتخلى. حنا واش نديرو الحام؟ حنا فين جبدتك انت؟ البوسلي بوسلي الله يرحمكم الوالدين. فين تنعيفو هذا انا؟ فين تنعيفو؟ شحال ليا الصايا؟ تريح اصاحبي ريح اصاحبي بقا تضربني انا والله ما نزل بالله خدمتك. خوتي حبيبي الزوينين سمعوني مزيان، دابا انا فيك سي التليفون هنايا اصغر مقدمه تسمعوها في حياتكم هي هذه. قلت لسفيان يجيب لي الماء ومشى باش يجيب لي الماء من الحانوت، وسمعوا شنو غادي نقول لي ونشوف ردة الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. فوالا هو جاي لي صاحبي، عرفتي فيكسي التليفون لداخل في بواطاكم وخبيتها في خبيتهم في شي حاجة. جيب ماشي مشكل صغير، ها جيب خليكم معنا خوت نيس فو ديال البرد هنا. شتا تسنى سفيان. نعم يلا خويا انا عييت نفكر والله حتى طفيت هذيك، والله حتى طفي عبد الله عييت نفكر سفيان والله اتسمح لي ديال بصح مالك سفيان؟ انا راه ولا كيتجبد لي المشاكل بزاف سفيان، ما راه قلبي هذا سفيان اسمع لي وتقبلني يا سفيان، راه عمري ما بغيت في حياتي يا سفيان. واحد دابا دابا ما عرفت كيفاش ندخل لك انا الموضوع اللي كيفهمني انا في حياتي ما عرفتش شنو هو شي حاجه سميتها الحب ولا هذا. مؤخرا كنهضر مع واحد السيد وما كنقدرش نقول له لا ولا شي حاجه حيت صافي بحال وليت تنبغيه يا سفيان، ماشي بحال لا راه وليت تنبغيه. دابا هاد السيد كتعرفيه وليتي تبغيه وانا ما فاصيت حتى حاجه، ودابا ماشي المشكل في هاد الشيء يا سفيان. دابا قولي انا هاد الشيء كيفاش مشي كنهضر مع عادي وهذا، وما بغيتش نقول لكم باش نشوف راسي كيفاش داير. واحد النهار صافي تخاصمنا وهذا قلت له صافي دبر حياتك هذيك، وقال لي متاكده، قلت لي متاكده، صيفط لي ستوري مع واحد السيده وشداتني الغيره وبقيت تمكيت ما عرفت راسي بلي كان بغينا بغيتي نتيست راسي. هذا بغيهوش انا بغيت، انا اللي قلت له الله يعاون، انا اللي قلت له الله يعاون كان غادي معايا السيد مزيان سفيان. واسمعني المشكل ديال هذا الشيء غتبكي والله، اسمعني المشكل اللي كاين الله ينعل جدبوك غتبكي. اسمعني المشكل اللي كاين شنو؟ علاش كنضربوا ديما سفيان؟ اسمح لي يا سفيان نخليك، عمري قلت لك غادي نخليك. فاش هادشي فاش يقول ناي غتبكي غنمايق مع طاسيتك واحد الطميميقه والله تلاقيك مالك ديما من قبيل تيقول لي ما ما يكون خاصك مع حتى خير وهذا وما تبقيش تباني في يوتيوب ما تبقيش دير حتى شي حاجه. تنقول له لا حنا راه عندي كريديات وبزاف د الحاجات راه ما يمكنش هذه راه طرف ديال الخبز. اسمعني اسمعني وبصيفته اش بالسلامه ما تبقاش تباني في يوتيوب. بغاني انا الزواج وما بغاش مرتو تبان. هذا خاصو يسد فمه من حقه فوقاش تيجي يضبيك الكاغيط. لا وكنت فاهمو دابا صافي راه يتخلى عليا، يجي يتخلى ينعل فاسيت ما تعجبنيش هكا سمعيني كيتخلى عليا ما بقاش قال لي الشرط ديالي ما تبانيش في السوشيال ميديا. ما كاع لا تبان والله ما تبقى تبان. قول له يجي ونشوفه ويدخل الخط انا ويكون ناري غتبكي. ماشي بكي دابا خاصك تفهمني انا ماشي في وسط خويا وماشي في وسط لا خوك غير تهني منه ماشي مشكل وماشي مشكل ما بقاش مبان معاك. تايجي يخطبك يضبيك الكاعات ما عندوش حق يتحكم فيك. شكون انا اللي غيتحكم فيك؟ كنديرو الحرام الله ينعل حسو. انا شكون اللي قالك شي حاجه؟ ما كنديرو داك الشيء كويس. انا الحرام اسفك علي انا الفاصيل علينا حنا اليوتيوب مالو حرام. هو ما بغاش مرتو تبان ما عندكش عندك الله ينعل والدك. اجي بغيتي تضربني الحمار حتى تقولي الحرام على اختك دير الحرام. حنا واش كدير الحرام؟ حنا واش نديرو الحرام؟ حنا فين جبدتك انت؟ ما هو ما بغاش باغي نبان. قلت لك واش حنا كنديرو الحرام في اليوتيوب؟ ما تعصبنيش كفي العصب ديالي مع هو زوين مشى مع الاخرى وخلاني ما تبقاش تعصبني الله يرحم باك. يكفي انا الاخرى خلاني مشى معاها. اجي نزلي لداركم طلعي انا غنمشي بحالي. نزلي عصبتيني غير نزل ولا غنصدق ندب زنويك نزل بحال كنمشي بوحدي. نزل عطيني ابتساء والله ستنزل سيطلع لداركم سيطلع نزل بحالك حيت عصبتيني. بحالي الا خليتك في يوتيوب قلتي مراتي لا ما يبقاش ليا الحال يجي يتزوج بيك. وقبل ما يتزوج يا سوفيا قال لي كاع الفيديوهات يتمسحوا لي فيهم كمالتك. قبل هذا الشط هذا حمار. علاش هذا حمار؟ اللي واعي اللي واعي مرتو منين مرتو الله ينعل بوك منين مرتو منين كانت ليه من حقه الرجوله شنو هي؟ وانني كنتفاهم مع الانسانه وكنجي نشوف والديها ومن الاولين وسمعيني يجي يشوف والديك وحيدي كل شيء من اليوتيوب حيدي كل شيء حيدي تسميتك مشى عند حياته وخلاني انا الله ينعل والديك يلقاد الزين الله ينعل حسو. نزل في حالك سي عصبتيني والله ما نزل يا سفيان. انزل والله ما نزل يتفاهمني امي معاه البوسلي بوسلي.
كذبي معاك سفيان. قال لي حيد اليوتيوب هو الاول عاد نجي نخطبك. هدتك هذا حمار هذا. وعلاش كتعيروا سفيان؟ علاش كتعيروا سفيان؟ اسمعي انت باقي معايا. انت حمارة وحمار جوجكم حمير. يلا نزل بحالك بقى فيك الحال. حيت عيرتو انت حمارة. يلا نزل بحالك. وراجل بالحيت سفيان كتعيروا انت باقي ما شتيش من يشوفوا ديك الساعة يقول انا يا مراتي مكلف لها تبارك الله وقد نقول له راجل عندك الحق تمسح كل شيء. انا برافو ليلو قبل ما يبغى يخطبني. انا جبني الحال حيت قال لي انا ماشي حنا عائله محترمه يحصل له الشرف تعرف على عائله بحالنا. دبر راسكم انتم. انا 16000 واحد كيكتب لي في الميساجات. 16000 واحد. وبغيت واحد وبغيت واحد مليان بغى بغيتي واحد قول له جي خطبني. ما يمكنش. شوف دابا بلاتي عرفت دابا واش تهددك؟ ماشي هددني. قال لك مسحي الفيديوهات عاد نخطبك. وما هددنيش انا. قال لي انا بغيت نتيستيك واش تقدري تعيشي بلا يوتيوب. قول له واحد الحاجه شكرا. واسمع هو عنده الحق. هو عنده الحق. نصيحة عنده الحق. عنده الحق. خليني نكملك نصيحة مني انا. ما تبقاش تعطيني هاد النصائح ديالك. وما تبقاش تعطيني هاد النصائح ديال جديد على سفيان. وهو دابا مشى عند حياته سفيان خلاني كمل. ما تبقاش تبدل لي هاد حياته ولا نمي. اسمعني نكمل لك. ومشى عند حياته خلاني انا اللي دابا اسمح لي انا دابا. خليني غير ندوي في قصيني. قال لك واحد الانسان اللي كيبغيك اللي كيبغيك قال لي جي هو باش بغاك باش شافك في اليوتيوب وبغاك قول له ربي كتب لنا هاد اليوتيوب باش تولي انا تشوفني. دونك هاد اليوتيوب هو الطيف من هاد اللقاء ديالي معاك. بغيتيني ما بقاش في هذا الميدان ديال اليوتيوب وهكا مع والدي اللي كنديروا داك الشيء. خليني نكمل خليني نكمل. قلت له هذا الشيء وخليني نكمل. بغيت نديروا داك الشيء اللي كندير مع والدي الحمد لله اللي محترم اللي ما كنديروا حتى حاجه خايبه. وخليني غير نكمل. وعارف هذا الشيء. وهو علاش بغى يخطب لي ولا علاش بغيني انا؟ حيت عارف عائلتي زوينه وتفارش في عائلتي زوينه. هو قال لي بغيتي نتيستيك. واش في راسك خمس مرات كنت خاصني على قبلك حيت ما بغيتش نخليك على قبلك. كنقول ما نخليش خويا ونمشي. هذا دابا واحد وليتي كتجبد لي انا بيه هكا خوك. دبر راسك واش تتزوج بيا انت خويا؟ انا بغيت ولادي بغيت مستقبلي بغيت حياتي يا سفيان. واه من هاد اليوتيوب. ايوا صافي بغيت نخرج. يتزوج بك خرج يجي نشوفوه. هذا ماشي كتعرفو غير انت بوحدك. نعرفو انا عرفو باباك عرفو خوتك. ديك الساعه انا شات ديالي هاد بنت الناس بغيتها المعقول. ما بغيتش انا وياها تبقى دير شي تخرج للعلن. ما بغيتهاش. انا نقول له عندك الحق نكلف بها غندور فيك انت الاولى. نقول لك واش قابله على هادشي؟ تقول لي اه. نقول له الله يسهل. ويلا كملتي وخليني اسمعني. ندير فيديو فلوغ نقول لهم خوتي سد فمك كيتعصب طيطق. انا بغيت نشوفك طيطق. يلا طيطق حدايا. وهي اسمعني دابا اسمعني شاد. وهي اسمعني يا صاحبي حيت هادشي اللي كتقول قلتولي يا سفيان في المره الاولى وعاوتاني درت الفيديو وعاوتاني قلتولي وداكشي علاش هاد الايامات كنتجاوز انايا باش نديرش معاك الفيديوهات. دابا اسمعني انت يا راجل. الله يسمعني واحد يفهمني يا سفيان. بس كتبقى احساس كعيب. وي واحد يفهمني. الله يرحم لك الوالده. بس لك حيد عليا حيد عليا حيد عليا. انا نمسح والدي امهم دابا الفيديو. والله الله ما تمسح. والله تمسح والدي ام حديد. والله ما تمسح حديد. والله ما تمسح. اسمعني بعدا شنو على ميخي وليتي تبكي هكا حيد. كان دابا غادي نمسح والدي. اسمعني والله ما تمسح. دابا عند ميخي. دابا بلاتي ماشي ميخي يا سفيان. هذا ميخي يا راجل. لك الشارع باش بغيت تهضر عليه. بحال باش ليا الشارع. تريح اصاحبي ريح اصاحبي باش تضربني انا. والله ما نزل. والله خلي تفهمني. واحد وليتي تقول لي على ليا الشارع. ما بغيت حتى واحد يتقلق مني لا انت لا هو. ما في انت نعرفو هذا انا في انت نعرفو انت تجبدو ليا. علاش كتعصب عليا وينكم كتعصبوا عليا كلكم؟ هو بابتي عرفني يعيك. والله ينعل والدي هادي اللي يعيك. مزيان السهل اللي عيرني لي انا وانا اللي خليته. قلت له سير عندها وقال لي ها انا نصيفطك دابا تصويره من الحياه. وهاد الحياه طلعت حتى هي ولا تتبغي ولا شي حاجه. ودابا سير فوقاش هاد الحياه تحيد من حياته. يلا هو سير دابا فوق جد حياتي. انا السبب. انا قلت له يلا سيري سيري لك تي راجل سير. قال لي هذه حياه الليكس ديالو الاولى وكانت صدع له حياته باش ترجع معاه. وكيموت عليا انا وبغاني الزواج انا. قلت له سير عند حياته دابا. شكون اللي بغاك الزواج يا الحماره؟ اللي بغاك الزواج كيجي يتقدم لك كيجي داق داق. السيد الطاهري انا بغيت هاد بنت الناس. قالها لي بنت الناس بغيتها ما تبقاش دير اليوتيوب. قالها لي حيت ما عندوش بيك الكاغات. ما عندوش الحق يتدخل عند والديك وخوتك. منين يدير بك الكاغيط ديك الساعه يشرط عنده الحق. لا الشرط ديالو ينحي قبل الكاغيط. يا راه وسيف حالك وسيف حالك انت وياه وسيف. ديك الساعه تزوجي به انت وياه. انت ما بغيتش نهبط انا صاحبي. ولا انا نهبط نخليك تطون ولا بلاتي نمسح لك الفيديوهات. والله ما تمسح شي حاجه. اي عصبتيني شعرتي. والله حايط عليا عندي لك الشوها. والله ما تهبط. الناس كيتفرجوا فيا في الدار. الله يحق والديك.
حياه اجي والله حتى ما يدا فايزه قسما بالله الا ما يدا هذا الزبل هذا هذا والله حتى ما شعلتيني وحق لا اله الا الله الا شعلتيني انا يا الخوت حق الله العلي العظيم وحياه اسمعني سفيان دابا دابا انا كنغوت زعما هكا وكل شيء انا غوت معاك ناري فراسكم حاولت الماكسيموم ديالي عيني نخليهم مدمعين وانا ري بزاف سمع سفيان ولدي ماشي تلا الدرجه هذه كيفاش هذا اللي ولي يتحكم فينا وحنا ما تنعرفوش قال لك بغى يحيد يوتيوب سفيان مقلب شحال هذه على رغم حالاتك والله تما كنت تعصبتي لدرجه بغيتي تخرج لدرجه بغيتي تخرج قسما لك بالله لا كنشوف موضوع باسل كنقول انا من حقه الراجل اللي بغى يتزوج بك من حقه يقول لك حيدي اليوتيوب اوكي لا كنكلف بك هذه اول حاجه ولكن ماشي قبل انه انت وياش من ما مزوج بك ما خاطبك ما حتى حاجه علاش عنده الحق يتدخل فيك انا نصيحه من عندي باقي معصب غير مقلب ما خاصها تكون عندها الشخصيه ديالها هذا اللي شافك شافك يوتيوبر شافك يوتيوبر يعني تقبلك يوتيوبر يتزوج بك ضرب بك الكاريط قبل ما يضرب الكاريط كيجي عندك يا بنت الناس واش تقبل ماشي يكون ولد الحرام حتى تزوجي به وانت عافك يوتيوبر عادي لا هذا قالها لي هذا قالها لي شكون هذا الحمار مقلب حيدها لي وما تشجعيش دابا اعترف بلي عصبتك والله يرزيني حتى عصبتك قسما بالله حتى عصبتك ودرتها هذيك تخيلوا معايا الخوت الا قلت لكم شي ربعه الفيديوهات ولا كثر قسما بالله الا كثر كندير به فيديو اللعيبات تخيلوا معايا ووالو كيعيق وكيعيق تخيلوا معايا ولكن دابا درتها باغازا قلت يا ربي ما يعيقش يا ربي ما يعيقش عرفتي لداخل ديال البواطاكون خبيتو تما واللعيبات مي الحمد لله دات كلشي بخير وعلى خير بسلام يلا خواتي كل الحب لكم والاحترام كنموت عليكم نتمنىكم دائما تدخلوا تشوفوا اليوميات ديالنا في الانستغرام ديال سفيان وفي الانستغرام ديالي باش الناس نوضح لهم لا حيت تتعصبي والله تتعصبي بالنسبه للناس اللي نوضحش كتصوري شو كيدي وشو ما مالك وليتي مضبوطه لا ما مضبوطاش لا لا والله لا انا حتى ضعفيتي انا عادي والله اش الفخير في الشكل شو والله يتفشكل شويه يا عادي دابا الصداع ديال هذيك قلت لك بلاتي نقول لك واحد الحاجه ندوي مع الناس انايا بلاتي ندوي معاهم باش انايا خوتي انايا انا ماشي حيت خواتاتي انا كاع البنات انا مثلا شفت واحد البنت في يوتيوب وبغيتها وعجبتني عجبتني في يوتيوب يعني ما عجبتني وإلا تقبلت ديك البنت دو أن ثاني حاجة إلا بغيت أنا نشط عليها شي حاجة كتكون بموافقة ديال الاثنين غنجيبها غنقولها فوالا شحال كتربح من اليوتيوب هاد القضية وهاد القضية هاد القضية نقدر نعطيك غير واحد لاصوم ولكن ما بغيتش نشوفك أنا مرتي كنغي عليها وكذا 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 أوكي اللي فحال هكا كل واحد وكيفاش داير أنا ما بقيتش باغيك على اليوتيوب وهادي 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 أوكي ولكن الإنسان باقي ما دواش مع باك باقي ما دواش مع خوتك باقي غير أنت وياه ويتحكم فيك لا هادي غلط غلط انا ما نبغيها الوالدين والخوت هما الاولين ولكن ملي كيتزوج المراه كيولي راجل ديالها الطاعه ديالها راجل وكتولي عندك لا تعطي راجلك راه الجنه كتشوفي الجنه هذه كاينه هذه ولكن تكون شي حاجه حقانيه ديال الحق ما تكون شي حاجه ديال ماشي الحق وانا كتقول لي هذا السيد كنقول له يجي يخطبك وديك الساعه يتحكم فيك كتقول لي لا تعصبتي على رغم منين هضرتي بهذه الحرقه والله حتى انا نجحت في الامتحان ما نجحتيش حتى مع الصبيده انا والله كنت غنمسح كاع الفيديوهات ديال كماتك كنت غنبدا نمسحهم بالعصا يلاه والمصيبه الا مسحتيه دير سوبريميتو حيت كماتي كامله كاينه معك في اليوتيوب لاصق من سوق فيك لي زامي اليوميات ديالنا كاينين في الانستغرام ديال سفيان الانستغرام ديالي الله يخليك ليلي الله يخليك ليلي كل الحب انا معاك وتسير في حالك والله حتى انا معاك ما تفرقنا على الموت واسمعونا لي زامي ما علينا الانستغرام ديالي ديال سفيان عندنا اليوميات ديالنا تما اللي كنحطوهم دائما وابار سا بغينا نكملوا مليون ابوني لي زامي بارطاجيو مع حبابكم صحابكم كيف ما بغيتوا كل حب والاحترام لكم وهنا كيتسالى الفيديو خفيف ظريف مقدمه خفيفه ظريفه حب لكم كل حب لكم ما حسبش مقلب والله حتى مقلب بالله وباي باي عليكم